المنحنى. المهم هنا نمشيو دونك اعطي العرق. المهم نقرا نتوما كيما نديرو في ظهر الحويض من تحديد تردد الموجة الضوئية، نجعل ضوءا احادي اللوتون الموجز من بعيد من جهة يرد عموديا تبعا اسلاك رفيعة اقطارها معروفة نرمز لقطر السلك بالتي يعني بلاست ارود. كوفت نشاهد على الشاشة الحدود شاشة بيضاء توجد على مسافة من السلك. نقص العرض ال يمثل الشكل الاسفل حدود ضوء لاسر بواسطة شق عرض هو ا على شوشة توجد على البقعة المركزية. تعطوني تيتا احتل العلاقة بين تيتا و تي و لامدا. دونك عندنا تيتا هي لامدا على اش اللي قرينا حنا في الدرس غير هذا بلاس ا زيرو دي هي لامدا على تي. داكو السؤال الثاني اوجد العلاقة اعتمادا على الشكل بين ال ولامدا و تي. عندنا ان طانجون تيتا تساوي تقريبا تيتا، تيتا هي ال على تي في هذه الحالة. عندي تيتا تساوي لامدا على تي صغيرة دونك تولي ال سو دو تي عبارة لامدا سو تي. دونك انا بغيت العلاقة اللي بيناتهم جبدوها هي دو تي لامدا على تي. يمثل المنحنى تيتا بواحد على تي، حدد انطلاقا من المنحنى طول الموجة لامدا. هنا اللي بغى يفهم مزيان عاد يدخل عندي لاشين دير فيها الفيديوهات كيفاش كتحدد طول الموجة انطلاقا من اي مبيان بغى يكون. دونك عندنا تيتا بدلالة واحد على تي مزيان. دونك حنا كنعرفو ان تيتا كتساوي لنا هي ك واحد على تي. ك هو المعامل الموجي دونك غنجبدو ك دلتا تيتا هي لو انا جبدوها كناخدو جوج نقطات على دلتا ديال واحد على تي يعني دلتا الفرق. حنا غناخد هاد النقطة وغناخد هاد النقطة اللي باينة مزيان هاي أو غناخد ك هي صفر فاصلة أربعة وأربعين في عشرة أس ناقص جوج على واحد عشرة أس ربعة ناقص زيرو ناقص زيرو. دونك هي صفر ربعة وأربعين عشرة أس ناقص ستة متر. دونك تولي عندي تيتا هي صفر فاصلة أربعة وأربعين عشرة أس ناقص ستة في واحد على تي. مزيان هادي علاقة. دونك عندي أن تيتا نعرفوها كتساوي لامدا في واحد على تي. دونك إلا درنا المقارنة غنلقاو لامدا هي صفر فاصلة أربعة وأربعين عشرة أس ناقص ستة هي أربعة فاصلة أربعة هي ربعمية وربعة وربعين نانو متر. إلا بغيت نمشي نانو متر كنضرب في عشرة أس تساوي. داكوغ بصفة عامة فاش كيكون عندك منحنى فيه تيتا بدلالة عرض الشق دائما راه المعامل الموجي كيمثل ليا هو طول الموجة لامدا. كتجيك دير دلتا تيتا شيغ دلتا في واحد على أ يعني جوج نقطات كتاخد نقطة من هنا على هنا وكتاخد نقطة من هنا على هنا مثلا ولا تاخد هاذي. داكوغ دابا التردد عندي سي كتساوي طول الموجة اللي لقينا في التردد. إلا بغينا التردد هي سي على طول الموجة هي تلاتة في عشرة أس تمنية على صفر فاصلة أربعة وأربعين في عشرة أس ناقص ستة. دونك تلاتة في عشرة أس تمنية على صفر فاصلة أربعة وأربعين عشرة أس ناقص ستة هي ستة فاصلة تمنطاش واحد وثمانين في عشرة أس ربعطاش هرتز. هذا هو التردد.